جواد خدي هدول التياب والبوط بسرعة بسرعة. لحظة بس انتو شو عم تعملوا؟ خلي انتي هيا بنات لوين رايحين؟ يا بنات بلا غلاظة ما في شي بيضحك ابدا. نايلة لك ارجعوا يلا هلا يا بنات استاذ خالد في صوت صريخ جاي من الليك. مين عم يصرخ؟ ما بعرف. وين؟ تحت. ساعدوني حدا عم يسمعني ساعدوني انا هون. هلا شو عم تعملي هون؟ شو في؟ استاذ خالد كنا انا والبنات بالمي اخذوا لي ثيابي وطلعوا ماني عم بقدر اطلع. شو المسحه هيدي؟ شو المسحه؟ خليكي هون طريني رجع. اطلعي 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 بسرعه للفك اوعي تصحطي. شوي شوي اعطيني ايدك اعطيني ايدك. ايه عمالك يلا يا ربي يا ربي. انطريني هون رجع رايح شوف رفقاتك لجيب تيابك منهم. ايه يلا يلا مو معقول ألمى والأستاذ خالد لعمى. مش عم صدق لعمى مو معقول يلا اطناهن. شو عم تعملي انت وياها؟ روحوا من هون انت وياها روحوا من هون يلا. والله العظيم ما في شيء من يلي عم تقولوا. احنا بس كان الاستاذ عم يحاول يساعدني. شو هالفضيحه هاي؟ مو معقول شو هذا اللي عم شوفه انا. يلا من هون انت وياها خلاص خلاص. فلك جوين لك مو نحن كنا سوا بالمي وانتوا يلي اخذتوا لي ثيابي ورحتوا